خبر اولي عدنا عن انجازات اليوتيوبر او اليوتيوبر يا حبايب، واللي هو معالة مشيع وصل قناته باليوتيوب لل 21 مليون متابع. فان شاء الله الف مبروك عقبال 31 مليون او 30 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب نتبارك لهم بالكومنتات على هذا الانجاز الخرافي. ننتقل حاليا ثاني يوتيوبر واللي هو غيث مروان، وصول حسابه بالتيك توك لل 400 ألف متابع. فإن شاء الله ألف مبروك أقبال ملايين يا رب، أقبال مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب أن تباركوا لي بالكومنتات على هذا الإنجاز الخرافي. ننتقل حاليا لوسام تيكت، وش الغريب اللي قاعد يصير بيا؟ وهل وسام تيكت هو حاليا انفصل عن ياسو وما قاعد يصير ويا بعض؟ خاصة انه صار فترة مديحتهم ويا بعض ويقولون اكو ناس انه هو رجع البيسان. وش اللي صدم المتابعين يا حبايب؟ اللي هو وسام باخر مقطع نزله اعلن بيه عن مفاجأة كلش ضخمة بالفترة الجاية. وبس عرف بهذه المفاجأة طبعا جنوا ما تغيرت ملامح وجهه وصار هو حزين. احطكم لقطة شوفوها. يعني ما راح احكي لكم، كنت اعمل حركة بيض شوي بس معلش كنت استحملوني. الفكرة عن جد برو انه قبل ما نروح لازم احكي لك انه في شيء بدي احكي معك هلا بعد ما نخلص كل القصه عن جد، وما راح احكي غير لك حاليا، وحصور رده فعلك بس ماني معرفان انه ما بقدر احكي لانه انا بدي انشر هذا الفيديو وهذا الخبر، انا ما بقدر احكي حاليا. يا جماعه الخير، عرف لحاله، اقسم بالله عرف لحاله شو القصه. يا طب ليش هيك شبك؟ ليش تضايقت؟ شيك والله عظيم، شغله بتزعج يعني. لا هلا بس ما حكيت لك اياها كامله، بس احكي لك اياها كامله بجوز تتحسن شوي الفكره، وانتم كمان اصدقاء رح اخبركم. بس والله هلا اذا حكي بدي احكي هالشيء يعني انا في ناس لسه مقربين لي لسه ما حكيت لهم. صراحه ما اتوقع، والاغلب اتوقع انه الموضوع رح يكون عباره عن سفر، عم يصير صور فلوقات المحتوى اللي هو حاليا حابه. وصراحه شويه عندي تحريات انه وسام تيكت هو راح يسافر لمصر بالتحديد. وهذه التحريات يا حبايب جتيني سبب انه وسام تيكت تابع سوبر فاميلي على الانستغرام وهم عائله عايشين بمصر، فممكن هو رايح لهم. ما ادري انتم احباب بالكومنتات شنو توقعاتكم المفاجاه، هل هي سفر او لا؟ نروح حاليا لياسمين، واضح انه هي حزينه بسبب انه ما قاعده تصور وسام تيكت ووسام رجع البيسان. فنزلت على تيك توك يا حبايب، هي قاعده تحط بيه اغنيه حزينه ومسوي تيك توك عليه، راح احط لكم اللقطه شوفوها. انا اللي نسيت كم شهر وسنه. فكتبوا حبايب بالكومنتات شنو توقعاتكم هذا الموضوع. نروح حاليا ليارا يا حبايب ومرضها، وبنفس الوقت الزواج مالتها او نوعا ما خطوبتها اللي هي عباره عن مزح. فنزل شويه ستوريات تقول بها انه هي مريضه، وبنفس الوقت قاعده تحكي بيه عن موضوع الزواج. صام على شويه ليارا، ما شاء الله ما بيها الا العافيه، راح احط لكم اللقطه تشوفوها. نور نور البيت، نور 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 البيت، نور. جيت تاكلي انت ولا اجيت علي؟ جوعانه. بس خالتي لا تزعلي، بعزمك على العرس ان شاء الله. او دغري لا ما راح احضر، بدك تعيد الخطبه، ما بصير نعيد الخطبه من اول جديد. خلاص الله يسامحك يا عزف، انت كيف تخطبني بدون ما ادري انا؟ طيب وين ما في خاتم؟ وين عم تسلب اختي؟ مو صار شو صار؟ اعطيني اختي بي ماما اذا بتريدي. بدها تطلبك يا مش بخطبك انا اللي مخطبتك يا لا ماما، اعطيني اختي بي بليز. بالله عم يخرب بيت المو على اساس هذا الموضوع سري. مرحبا ختيبي. هاي ختيبتي. ايمتى الخواتم حتجيبهم ختيبي؟ ما تجيبهم لحدا. انت اللي طابر الدنيا مو انا. بيجيني انه انا عامل معاملات سيئة، ليش؟ انت مو اساس ما تحكي هذا الشيء لحدا، ليش طابر السوشيال ميديا بقصة ختيبتنا؟ انت ليش فرحة الدنيا؟ انت النسوان ما بنحكى لكم السر. اقسم بالله ما بنحكى لكم السر. بس شوفي بالبيت حسابك. لا احنا تول بالك ختيبي، احنا ما عندنا بيت لسه ما تزوجنا، بس ختبه. سافر على المانيا انا وياك كمان. ايه حاليا بيسان اسماعيل وانس الشايب يا حبايب، والمفاجاه الضخمه اللي قاعدين يقولون اياها وشنو هي المفاجاه بالضبط. فبيسان نزل شويه ستوريات قاعده تقول بيها انه بعد 5 ايام راح تكون مفاجاه ناريه، والاغلب متوقع موضوع الزواج، خاصه انه انس الشايب نزل شويه ستوريات ويا بيسان قاعد يتغزل بيها ويقول دمت لي شيئا جميلا لا ينتهي. ولكن لا يا حبايبي، الموضوع مو خطوبه ولا زواج، وانما التحريات وصلتني انه بيسان اسماعيل هي حاليا بالسعوديه، وانما هاي الستوريات هي قديمه يا حبايب، واللي هو المفاجاه يا حبايب عباره عن برنامج ويا المشاهير بعد 5 ايام رح نعرفه. فكتبوا لنا حبايب الكومنتات قد متحمسين لهذه المفاجاه. وبالختام يا حبايب، عن يانا مار وضح اللايكات للتصاميم اللي تسيء نورمان وقاعده تسبه، فهي نوعا ما تشجع متابعيها انه يسوون هذا الشيء بشكل اكبر. فكتبوا لنا حبايب الكومنتات شو رايكم حركه يارا، هل تتفقون وياها او لا؟ وبس وصلت المقطع، اتمنى تعجبكم وتتفجرون هذا المقطع باللايكات وبس. شانكم في زين مع السلامة.